إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدنا الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من فاس، أكيد العاصمة العلمية للمملكة. في قصة جد مؤثرة أكيد ديال طفل ممكن نعتبره رضع، مازال في عمره يلا عامين ونص، للأسف الشديد كيعاني من مرض في الكلاوي، مرض مزمن للأسف اللي غيبقى معه طيلة الحياة ديالو. الأب ديالو الأم ديالو في وضعية مأساوية، يعانون من يعني من المصاريف ديال هذا المرض بطبيعة الحال اللي يحير الأطباء، وما لقاوش يعني شي علاج اللي هو بشكل يعني رسمي غيكون العلاج بشكل نهائي. للأسف الشديد استعمل يعني مجموعة من الأدوية كما كتشاهدوا معنا، والأب مسكين يعني تقهر يعني بالدوايات، شاهدوا معنا العدد. الوليد لظروف بطبيعة الحال تقنية ما غيمكنش نبينوه، الام ديالو والاب ديالو في حاله هستيريه، كنا ديجا صورنا معهم هذه عامين تقريبا، وللاسف الشديد مازال نفس الوضعيه، مازال ما كاينش شي حاجه اللي تبشرهم بالخير. حنا كنتمنوا خير، نامل ان شاء الله باش لانه يعني صراحه ما عرفناش الحل، واش مطلوب من الوزاره المكلفه لانها المصاريف ديال هذا الوليد تتكلف بها وما تخليش هذا الاب وهذا الام ساكن معذبين، لان ما يمكنش هادشي، ما يمكنش. الناس راه ضعاف، ميمكنش لانهم غيبقاو هكا بهذه الطريقه يصرفوا يعني هادشي كامل وما شارينو، وللاسف الشديد مازال الوليد في نفس الوضعيه. غتسمعوا الشهاده ديال، اجي معايا سيدي لهنا، زيد قرب عندي على حساب الريزو، قرب عندي حط داك القريعه وشد لي هكا الميكرو. سيدي تبارك الله عليك، كي داير؟ السلام عليكم. السلام، الله يبارك فيك استاذ، الله يرحم الوالدين. واخا سيدي احكي لنا الوضعيه ديال الوليد والظروف، وكيفاش احكي لنا من الاول كيفاش مرض، كيفاش جميع الظروف. والوليد كان مريض، السلام عليكم. الوليد كان عندنا مريض من قبل، طاح هنا في السبيطار، زدادنا هنا في المركب، وبقى مسكين هكذاك مريض، وبقاو كيديروا له التحاليل وبقاو معاه بالدواء واحد المسافه كبيره، والنهار اللي طاحوا له في الدواء ديالو بقاو كيديروا له التحاليل، المهم تقريبا على عام وما كيديروا التحاليل والادويه، وكاين على السمه بال 20 يوم بالشهر، بال 20 يوم بالشهر، حتى طاحوا له. مشينا ديرنا له التحاليل في الرباط في بنو سينا، وجبناهم له عاد تاكدوا من المرض ديالو، وجبروا عنده هذه الامراض هذه مزمنه. دابا عنده الدواء كيشرب كيشرب هاد بيكربونات دو صوديوم، وكيشرب هاد نيتير، وكيشرب هاد الفوسفور، وكيشرب هاد البوتاسيوم. دابا هادي دابا 15 يوم هو ما كاينش، ويا الدكتوره قالت لنا في المركب لو كان يخطا هاد النيتير راه يقدر يموت، يترطق يتفرقع هكذا البريفيسوره ديالو. شحال ديال الدوايات كيشرب في الشهر؟ كيشرب دابا هذا كيشرب منه تقريبا على 1000 درهم هذا في الشهر، على 1000 درهم في الشهر. هذا كيصيفطوا لنا شي ناس من العائله، ما كاينش هنايا، كيكون عندهم ولكن بعد خطره قليل فوسفور. حتى هو كل شهر ضروري. هذا حتى هو كل شهر ضروري، ما يخطيش، وحده يوميا كيشربها. هي انا وحده يوميا، هذا بوتاسيوم يوميا، وحده يوميا، وهذا وحده يوميا، وهذا وحده يوميا، وهذا الشهر ديالو التريتمون ديال الشهر، فيها 60 حبه التريتمون ديال الشهر ديالو. دابا ملي تكملنا ما كاينش في المركب، كيقول لك ما باقي دوموندينا عليه وما كاينش. الوليد غطيه على لا غطيه، ممنوع نبينو الدراري الصغار. والوليد عندنا واحد الحاله ما كيخليناش نعسو، كيبات الليل ونهار، هذا رمضان كامل دوزو مسكين، كيبات الليله كلها كيتازم وكرشو كتنفخ، وحنا كنبقاو اش غنديرو، كنطلعو المركب كنطلبوهم كنقولو لهم يا ودي ها كيفاش كيفاش، كيقول لك باقي ما جاش. حنايا كنبقاو مازمين مع الوليد ما عرفناش ما نديرو. حنايا ملي كنمكنو نطلبوهم في البيكربونات هذا عندهم في الطبيب، كيقول لك حنايا غير المرضى عندنا اللي ناعسين تما في الطبيب، وهي الامراض مزمنه حسبوا بحال اللي كانه ناعس عندكم في المركب، لان الامراض هذه مزمنه، راه الوثائق كلها مكتوب فيها امراض عنده مزمنه، وعلى طول الحياه ديالو، ماشي نحسبوا شهر شهرين عام، انتم تشوفوا بعينكم، راه كنا دوزنا عندكم، هذه دابا تقريبا على عامين، وها هو مازال استعمل الادويه وكنشري وكنتعذبوا، يلا هذا كيعطيوه لنا، خرجوه لنا هذا النيتير، واش كيدومونديو عليه برا ما كاينش ولا شنو. دابا كنطلب دابا المركب كيعطيوك دواء واحد، كيعطيونا دواء واحد، وشتي الاخر اربعه دواء الاخر، داكشي كلشي خصو يتشرى. واخا عطيني رجال عندك. لا حول ولا قوه الا بالله. متابعينا صراحه هذا الشيء كيضر في الخاطر وكيأزم،
باش تلقى على ان مواطن عنده وليد ديالو. الحمد لله بلادنا راه فيها المستشفيات الجامعيه، فيها الدكاتره، فيها لي بروفيسور، فيها الكفاءات، فيها الفلوس. الفلوس راه فيها، بلادنا راه فيها الفلوس، ماشي ما كايناش، ولكن خاص غير ربما الطريقه ديال ان هاد المستشفيات الجامعيه لمن دارت للدرويش، لولاد الشعب. هاد السيد هذا هو غيحكي لكم على الظروف ديال العيش ديالو، وكيفاش عايش حياته، وكيفاش كيدبر الامور ديالو اليوميه، وكيفاش كيقدر لانه حنا راه جينا الحي الشعبي، راه باش نوريكم راه حنا في عين النقبي. اجي نقربكم حتى من الحي، انتم شاهدوا، ها هذه الدخله ديال الدار، ها هي الدخله ديال الدار، هي هذه عين النقبي، حي الشعبي لاقصى درجه. حتى الريزو ما كاينش عندهم، راه حنا شادين الويفي مع برا، راه السيد شاد لنا الويفي من برا باش شاد طالقين معكم هذا اللايف. والله القسم الا هو اللي شاد، راه الويفي شادوا لنا من لهيه باش هو كتشوف باش طالق معنا هذا اللايف، باش جينا لهنا باش نصوروا هذا الوليد. فالله يجازيكم بخير المغاربه، فحاولوا على انكم تبارطاجيو على اوساني طاقه البث المباشر. وحنا ما جيناش باش نديروا البوز، ما جيناش باش نركبوا على الامواج، جينا باش نساعدوا هاد الاسره باش لانها تلقى حل لوليد ديالها. فالله يجازيكم بخير القلوب المحسنه. ممكن انكم توصلوا ديريكتومون بالاب، راه الاب النمره ديالو راه خليناها في العنوان، حنا غير وسيله، حنا فقط سبب، والله عز وجل هو اللي كيوفق. فتواصلوا مع الاب في الرقم ديالو بطبيعه الحال، شوفوا الظروف ديال الاب وكيفاش كيدير يخلص يعني هاد الدويس. شريف انت شنو كتشتغل وكيفاش عايش؟ هذا من مرض لي هاد الوليد مسكين، من مرض لي هاد الولد، من نهار اللي زداد هنا في المركب، من ديك الساعة ولا خدمت ولا تحركت، ولا بحال لي رزم لي اليدين ديالي، بحال لي تأزمت كاع، بحال ما بقالش عندي استطاعة على هاد الخدمة ولا تعيك. بعد شي خاطر كنمرض، كنعس بالشهر بالشهرين، ما كنقدرش نتحرك من بلاصتي. علاش؟ أزمني، لأن علاش ملي كنشوف الأدوية ما عندوش وما كانش برشا، وانا بيدي كان مرض، كنتيح بعد شي خطره والله الا شهر شهرين كنتيح في الارض، قسما بالله العظيم. كتخرج المراه مسكينه، كنمشي تدبر لي الدواء هكذا مع الناس، مشي تدبر لي الادويه هكذا باش كنوض نتحرك هكذا من الارض. علاش؟ ازمني هذا الوليد هذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الدواء كيكفيك معاه في الشهر؟ دابا الا جيت تشوف الدواء راه ما كفيش تقريبا واحد 4000 درهم في الشهر. 4000 درهم في الشهر، غير الناس، كاين الناس مساكين اللي هما كيشوفوا هكذا، يشوفوا ديك الوليد والناس المحسنين، كاين اللي كيجي كيتوفر الله يكثر خيرهم، كيعطي ديك الكرتونه ديال الدواء، وها هو كاين شي دواء من هنايا عندنا هنا، ها هو كيصيفطوا شي ناس محسنين، هذا البيكربونات دو الصوديوم عندنا هنا في المغرب، هما كيصيفطوا لنا من برا، ها هو فنو، هذا بيكربونات كيصيفطوا لنا من برا، وهنايا كاين ولكن في الفرماسيونات ما كاينش. كندورو حنايا كعينه ما ندورو في مدينه فاس كلها، ما لقينا شيء ابدا. من برا، ها هو من برا بيكربون. خصك 4000 درهم في الشهر باش 4000 درهم خصك باش يبقى في حاله باش يبقى هذا خارج. كان دابا الدواء هذا النيتير هذا راه الاثمنه ديالو شي 1,036,000 ريال. لو كان كنخلصوا ولا شي حاجه كي غادي تخلصها، حنا ما عندناش باش نخلصوا. ها هادشي والله الا المراه مسكينه كتبقى تظلم عند العائله ومع عند الناس ومع الناس المحسنين كتدبر، او ما انا صافي بحال لي رزم طلع لي الدم، انا كنشوف لا حول ولا قدر الله عز وجل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، حمدنا الله وشكرنا على المعطى تيدي ربي. ولكن كيأزم الانسان في نفسه، ما كيقدرش بحال لي كيدو كيبطلوا في خاطره. طيب ما كاينش شي حل مستقبلا ولا والو، ما كاينش الحل. الدكاتره كيقول لك هذا مرض مزمن عنده على طول الحياه ديالو، ها هو بالوثائق عندنا وبالدلائل، ماشي زعما كنهضروا من فمنا. وهما الدكاتره بعينهم في المركب كيقول لنا هذا الوليد هذا راه ما عندوش الا يبقى يستعمل هاد الدواء. كنعيا ما نحاول عليهم، بعد خاطر كنطلع على تما وكنقول لهم دينا ديما 20 يوم 20 يوم كيديروا له التحاليل، ضروري كيمشيو يشوفوه باش كيشوفوا ديك المواد اللي طلعت له، البوتاسيوم، كاليسيوم، فوسفور، الدواء ديالو واش مازال مقاد ولا طاح ولا كذا. كيقولوا لك عاوتاني سير زيد له في الدواء ولا نقص له ولا كذا. ولكن عندهم الادويه، الناس اللي مراني بهذ الامراض المزمنه اقسم هما يتعاونوا معنا الاطباء والناس المحسنين ووزاره الصحه وسيدنا الله ينصرو، يتعاونوا معنا، والابرياء الدراري الصغار بحال هكذا يتعاونوا معنا. نعم يتعاونوا معنا على هاد الوليدات الصغارين هكذا، ما كنجبروا شي لا ما نقدموا ولا ما ناخروا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، وربي كبير. والله يفتح شي باب الخير علينا وعلى الامه الاسلاميه كامله، وعلى وليداتنا وعلى وليدات الناس كاملين اجمعين. حنا مزوقين في الله تعالى وتبارك. خليك معايا خوتي العزاز، الناس اللي معنا في اللايف، فالله يجازيكم بخير، حاولوا انكم تبارطاجوا، لان حنا كقناه راه جينا غنصوروا غنمشيو بحالنا، راه عندنا بزاف ديال الحالات اللي غنمشيو نصوروا معاهم. هذه من جهه، من جهه واحده اخرى هذا اللايف ماشي ديالي انا ولا ديال القناه، هذا اللايف ديال هاد الشريف،
وديال داك الوليد راه هو مسك اللي ما كنقدرش اننا نبينوه اللي يعني بطبيعه الحال دواعي تقنيه ودواعي ديال الاحترام يعني قواعد ديال الصحافه والنشر كيمكننا شي بينو الوثائق ومن بينو شي الدراري الصغار بطبيعه الحال. فالله يجازيكم بخير، هذا اللايف راه ديالو ديال هاد الشريف، فبارطاجيوه له لان فيه الرقم ديال الهاتف ديالو. حنا غنقطعوا اللايف وغنمشيو فحالنا الموضوع واحد اخر، ولكن هذا اللايف راه هو دار هذا اللايف باش ان ربما غتساعدوه في ايصال الصوت ديالو، وهكا ربما المحسنين غيدخلوا. شوفوا شحال ديال الدوايات قبل ما ناخذوا التصريح ديال الام، شوفوا شحال ديال الدوايات اللي استعمل، وشوفوا شحال ديال الوراق، وشوفوا شحال ديال الدوايات هذا الوليد كامل، هذا الشيء كامل شربوا هذا الوليد مسكين، مازال ما عندوش عامين ونص للاسف الشديد، وحاله يرثى لها. نشوفوا الام في التصريح. اجل لا معايا شويه لهنا الريزو مزيان اخويا صافي، اذا راه شادين الريزو حنا برا غطيها، لا غطيها الله يكثر خيرك صافي غطيها هكاك. اذا دابا غناخذوا التصريح ديال الام مسكينه، فهي ديجا كنا صورنا معهم هذه دابا تقريبا عامين، والان لا زالت نفس الحاله. الشريفه كيبقات الحاله ديال الوليد؟ انا الحاله ديال ولدي مازال هكاك، دائما الدواء دائما، ما عنديش الحاله ديال ولدي دائما هايته، ما عمري ما قالوا لي في الطبيب دائما المرض مدمن. نعم. وانا الدوايات ما انسيبهمش، انا الدواء هذاك ولدي يشرب غير الاملاح، ما يشربش المحلو كاع، المحلو عمرو شربه، وانا نعطيهملوش نعطيه الاملاح، لان ملي نشربوا المحلو اي حاولي تغطي غير المحلو ملي نشربهم له. نعم. اي اطلاق ما كرشو ديما جاريه، الا شرب شويه المحلو ديما كرشو جاريه، ما يخليليش من ليكوش، اي نشري ليكوش ما يكفينيش معاه كاع. ودابا ملي نصوب مع ينشف لي بزاف، ينشف اي يرمي كل شيء، هو الدويات ديالو ما عادو يشرب الاملاح وديك الكاليف وديك الفوسفور وديك هذا، دابا الكالسيوم نجبرو عنده طالع بزاف. نعم. وكانوا يشربوا الفيتامين دي كانوا يعطيوه لي، دابا قطعوه له ديك الفيتامين دي، قالوا لي ما تشربولوش الا انا شربت له مع الكالسيوم طالع، ما يزيد يطلع كل شيء، حبسوه لي دابا ما تزيد ما تشربولوش. وشفت زدنا صبنا تحاليل اخرين وجيبهم لنا عاونين دابا حد الشهر وجبنا التحاليل. ودابا حنايا انا نطلب منكم اسيدي عاونوني في الدواء، الدواء انا تسهرت بالدواء والله العظيم، الا تسهرت الدواء وهذا دابا ما كاينش، هذا مليون وهذا ما كاينش، وانا دابا ولدي انا خاف عليه كل ليله بطنه ملي يتنفخ غير شويه نقول صافي تنفخ، ما هذا ما يطرطق ما يطرطق. الاعراض اللي كتجي كيفاش كيمسكين؟ اي ترخي ما كاينش هذا الدواء هذا هو، اي ترخى يموت كاع، يعني ما كاينش هذا ما شربتوش اي يموت كاع، اي ترخى ما يقدرش يوقف على رجلو، دابا عاد سالي يوقف على رجلو، دابا ملي نقطع له الدواء هذا اي يفشل، اي صول الفشل في هذيك بحالي ما يقدرش يوقف نهائيا، اي حب صافي، اي هو يولي يعطي مام الدواء، اي يقول لي ها 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 الدواء زعما، ولف بكل ست سوايع هو اللي يوريه لي، هو اللي يوريه لي على الطبله، يقول لي ها ها، يقول لي ما ها ها، انا نعطي نمشي دغيا نسبق لي له نعطي له دائما، لانه هو اللي يوريه لي ولدي، هو اللي يوريه لي واخا هكا، يقول لي ها بيدو، انا عارفه بان خصو الدواء. ودابا سانس بيه خصو كل ست سوايع، خصو الدواء هذا خصو كل ست سوايع، هذاك هذا الكاليف هذا كنا جمعه عندي ما خصني جمعه 600، خصني كل جمعه كل جمعه خصني 600 ريال من نشري له يوميا، خصني ديك هذا البريتمون هذا يوميا خصني نشري له، هذا يوميا هذا دائما هذا دائما هذا يوميا هذا قرع بدا هاد الليله لا غدا تكمل لا غدا مشي صافي نمشي هذا حبس لا غدا تكمل حياتكم متوقف على هاد الوليد والدوايات. اه انا الراجل اللي مرض لي مرض لي عنده مرض النقرس، اي مرض لي يتيح لي بزاف العاد هذاك، اما نسبق ونسبق نسبق ملي نمشي عند شي واحد ونقول انا ما يعاونني شي حاجه، نمشي عنده يعطيني درهم يقول لي هو مثالك هو مثالك هو مثالك، انا ما هوش مثالي، انا عندي الدري مريض، انا ما هوش مثالي، انا عندي الدري مريض، انا حسدو بيا، انا الدري عندي مريض خصني الدواء يجيني بالكرتون، انا ما خصنيش انا الدواء نرغب ونرغب به ونجيبو الطبخ طبخ، والله ما نجيبو لا طبخ بالشمس وانا في الشاور في كل شيء، انا نمشي نسبيك ونرغب ومسكين يعطيوني هذه ساعه ساعه كنت نطلع هذا باش يبغيو، دابا يعطيوها لي قاعد جوج قرعات يعطيوني غير جوج دي جوج قرعات نرغب ونبوس لي يدين في الطبيب ديك المركب، والله القسم الا نزل على المراه الا على حوجي على الطبيبه او على فرمليه او على ليش ما كنروح نطلع الصيدليه الفوق ونعاود لتحت ونمشي لديك السي اس اوج الفوق الثالثه نرغب فيه، مال هذا هو يقولوا لي حنا ما عندناش حتى هنايا نمشي نطيوها لك نسينا، حنا ما عندناش هنايا خطره اخرى من عاد تجي لهنايا هاي سمعوني بس الصوت ديالي تما يسمعوه في ديك هذا قال لك صافي ولا مشي بحاله ولا مشي بحاله كدافي للحياه ديال ولدي، خصني انا ولدي انا خصني الدواء، انا خصني الدواء انا خصني الدواء لولدي، انا خصني الدواء، انا ما خصنيش حتى حاجه، خصني الدواء لولدي، انا خصني نكون موفر له الدواء، لان بعد شي نهار يتساليني وما يكونش عندي كاع، انا بكي ليله كامله الصباح انا نقول حال واش يصبح،
محروش يصبح هذا صافي مشى ويتك الحمد لله. اي هذا ونمشي نرغب 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 وموسعني في الصيدلية ما كاينش الصيدلية والله ما خلينا لا قنيطرة لا دار بيدنا في كل بلاصة سولنا على هذا الدواء هذا ما كاينش. وطلعنا للساعة واحد النوبة وحنا نسيب واحد المرأة عندها ثلاثة محيدين في واحد هذاك ويا تيم نصبوا فيا خير نعتطبني أنا خصني الدواء دابا منين طلع لي تما يقولوا لي سير بحالك سير أنا منين نشري أنا ما نشري أنا ما عنديش منين نشري هذا أنا ما عنديش منين نشري هذا الدواء هذا ما عنديش منين نشري أنا خصني الدواء. الصوت ديالكم واصل إن شاء الله بإذن الله عليكم خير. خليوا رقم التليفون شكرا لله. الله يرحم والديك الله يجازيكم خير. مرحبا هذا واجب. الله يرحمكم الوالدين هذا هذا واجب الله يرحم الوالدين الله يعاون في الحواشر الله يرحم الوالدين والله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يوقف معكم. هذا الوليد راه من ما كاش الدواء راه يفش اللي في الأرض وإبات ليلة كاملة مصايخ ما يفيش كاع. يكون خير الله يجازيكم ويعافيه. شريف أجي عطينا الرقم ديال الهاتف باش نعاودوا معك الفيديو ريبورتاج. وخا سيدي الرقم ديال الهاتف ديالك 06 94 11 68 05. شكرا جزيلا الله يرحم الوالدين. متابعينا الكرام الرقم ديال الهاتف ديال الشريف راه كاين في العنوان هذا اللايف راه ديالهم. شوفوا شحال ديال الدويات اللي هذا الوليد بطبيعه الحال الحياه ديالهم متوقفه على الدواء. الا ما شربش الدواء غادي يودي الحياه. الله يخلي لهم. نتمنوا لانكم تحسوا بهم تحسوا بهذه الاسره. نتمنوا لانكم بطبيعه الحال تساعدوهم ولو انكم تبارطاجوا لهم هذا اللايف لان هذا اللايف راه ديالهم راه قلت ثلاثه ديال المرات ولا اربعه ديال المرات. شكرا متابعينا الى ملقاء بكم في بث مباشر اخر. كان معكم مراسل قناه موصف بودري. الله يدير الخير.